السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناة النوداكوك. اليوم جيت نوجد معكم هذا العصير اللي هو عصير ديال الكاكي والمندارين والخيزو. صراحة كيجي رائع جدا ومقوي للمناعة ومضاد للنزلات البردية ديال البرد. نتمنى أنكم تجربوا هذا العصير وما تعكزوش عليه، ونبدأ مباشرة. بسم الله توكلت على الله. بسم الله. بالنسبه للعصير ديالي انا خديت جوج ديال الكاكي اللي هي الفاكهه المتواجده في السوق، فاكهه الموسم، واللي هي فاكهه مزيانه مضاده للاكسده وفيها مقويات وكتقوي المناعه. الصراحه استغلوها حدها الوقت ديالها. عندي شويه ديال المنداري وعندي شويه ديال الجزر اللي انا قطعته وسلقته واحتفظت بشويه ديال الماء ديالو. ودابا غادي ندوز نعصر هاد المندارين ديالي ونكملوا الطريقه. والان غادي ندير هاد المكونات ديالي كلها باش نطحنها كلها. غادي ندير هذا الجزر، غادي ندير الكاكي ديالي، وغادي نضيف هاد العصير ديال المنداري. يمكن لكم تستعملوا عصير ديال التين، ويمكن لكم ديروا واحد نص حامضه اللي عزيز عليه الحامض وصافي. ونطحنوا هاد المكونات. ولا لاحظتوا معايا انا ما كنديرش فيه السكر. الا بغيتوا تحليه ديروا واحد جوج تميرات. المهم حاولوا تتفاداو ما امكن السكر. واخيرا العصير ديالي من بعد ما وجد غادي نشوفوا جميع كيجا. هانتوما كيفاش كيجي. كيجي صراحه رائع جدا، خاطر ومزيون. ما كنلاش لا نصفيوه لا حتى شي حاجه، كنستعملوه مباشره هكذا. بالنسبه للحلاوه انا صراحه هو هذاك الحلاوه، ولا بغيتو تزيدوا كما قلت لكم يمكن لكم تستعملوا شويه ديال التمر، واللي بغى يدير السكر يديروا، ولكن من الاحسن انكم تستعملوا التمر ولا العسل ولا شي حاجه صحيه في هذا الوقت. فوالا، الى عجبكم هذا العصير والوصفه ديال اليوم نتمنى انكم تشجعوني كما العاده وتابوناو، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى الوصفه القادمه ان شاء الله.